راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 26 من شهر 4 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. انتقادات واسعة لمشروع قانون الأمن الداخلي، ونقابة المحامين تعلن التصعيد من أجل إلغاء المشروع. أطباء نيالة يدخلون في إضراب بسبب اعتداء نظاميين على طبيبة، وأطباء القضارف يعلنون الإضراب عن الحالات الباردة. اعتصام في محلية بليل في جنوب دارفور، ومظاهرات واعتصام في الأبيض بسبب مياه الشرب. الحكومة تبحث سبل معالجة ارتفاع الدولار في السوق الموازي، ولاجئو جنوب السودان يشتكون من الاعتداءات. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثار مشروع قانون الأمن الداخلي المسرب ردود فعل غاضبة في الشارع السوداني بسبب منحها جهاز سلطة الاعتقال لمدة يومين وتبعية الجهاز للجنة مختصة في مجلس السيادة. واستنكرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين انفراد وزير العدل بتقديم مشروع قانون الأمن الداخلي لسنة 2021، وأشارت في بيان لها إلى مخالفة القانون للوثيقة الدستورية التي تنص على حصر الاختصاص في جمع وتحليل المعلومات. وأوضحت أن مشروع القانون يمنح أفراد الأمن الداخلي سلطة قضائية في القبض والحجز في الحراسات الخاصة، وإلى جانب سلطة التحري الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وسلطة التفتيش والمحاكم الخاصة. وأعلنت النقابة العمل بجمع خياراتها التصعيدية وسط المحامين لمنع إجازة هذا القانون وتسريع توجيه سلطة التشريع إلى المجلس التشريعي حسب ما مقرر له بموجب الوثيقة الدستورية. أعلن الحزب الشيوعي رفضه القاطع لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي شكلا ومضمونا، واعتبر الحزب في تصريح له بعد اجتماع لمكتبه السياسي السبت، اعتبر مشروع القانون حلقة جديدة من حلقات التعمر على قوى الثورة، وقال أن القانون يمثل مهددا للحريات العامة وللحقوق الواردة في المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق، كما أنه يمثل خطوة نحو الدكتاتورية. واتهم الحزب المكون العسكري في المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالسعي لمحاصرة ثورة ديسمبر، كما اتهم وزير العدل بلعب دور أساسي في سياقة مشروعات القوانين الرامية لإجحاض الثورة تنفيذا لمخططات القوى الدولية والإقليمية. وأكد أن مشروع قانون الأمن الداخلي يتعارض مع الموقف المعلم من الثوار والمطالب بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية، ودعا الحزب كل القوى الثورية للوقوف صفا واحدا لهزيمة هذا القانون. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن إصابة 2 من المعتصمين في مستشفى التميز صباح الأحد بإصابات بالغة أثناء مداهمة حرس المستشفى لاجتماع موسع ضم لجان مقاومة الامتداد وبعض الأجسام الثورية. وقالت الرابطة في بيان لها أن الاجتماع التنسيقي عقد في نادي الامتداد مربع 4 داخل حدود الاعتصام أمام مشرحة المستشفى الأكاديمية. وأوضحت الرابطة أنها رصدت تنسيق تام بين حرس المستشفى والأمن الشعبي والشرطة وعناصر الجبهة الإسلامية بالامتداد، داعية التحرك السريع من قوى الثورة لحماية الاعتصام. يذكر أن اعتصام مستشفى التميز بدأ الأسبوع الماضي احتجاجا على تحلل 190 جثمانا في مشرحة المستشفى، الأمر الذي أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة وتدفق الدماء والسوائل مع انقطاع التيار الكهربائي. ويطالب المعتصمون بإزالة المشرحة وعدم دفن الجسامين إلا بعد تشريحها وفحص الدي ان اي. من جهة أخرى بدأت السلطات تشريح جسامين الجثث المجهولة بعد فتح حاوية المشرحة، وأعلن الطبيب المختص أمس تشريح 7 جسامين من أصل 180 جثمان. وأضاف أحد الأطباء المشاركين في التشريح في هذا الخصوص: تم تشريح عليه 3 جسامين،
كان دم تاني حاليا جبنا تاني جسمان تحت رقم البلاغ 150 بيقوا 6 جسامين. الجسمان الاول رقم البلاغ 118 المادة بيجي فيها 51 اجراءات. الجسم البراري رقم الجثة 390 التاريخ الدخول 11/4/2021 التواريخ دي كلها 6 جسامين 2021 انك تكون عارف. الرقم الثاني اللي هو حسي الاهل عرفوه هنا 77 معلومه الاهل الاسر عرفته تم تشريحه. القسم الجنوبي 383 11/4/2021 القت سلطه الشرطه بمدينه بربر بولايه نهر النيل القبض على محمد الطيب سعد عضو لجان المقاومه واودعته الحراسه بتهمه اعتراضه احد ضباط الشرطه اثناء محاولته فتح ابواب رئاسه المحليه المقلقه بواسطه المعتصمين. وقالت قوى المقاومه التي تضم الحريه والتغيير ولجان المقاومه والخدمات في بيان لها امس الاحد ان احتكاكا وقع بين محمد الطيب وضابط شرطة برتبة رائد بعد محاولة الرائد فتح أبواب المحلية موضحة أن البوابة مغلقة بموجب الاعتصام أمام رئاسة المحلية الذي دخل يومه الخامس أمس الأحد. وأوضح البيان أن الاحتكاك قاد إلى اعتقال محمد الطيب وإعدائه حراسة الشرطة حيث فتح بلاغ في مواجهته بتهمة اعتراض عمل الضابط. بينما لا يزال اعتصام قوى المقاومة متواصل اليوم الخامس للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي لمحلية بربر وحل اللجنة الاقتصادية الولائية وتوفير الدقيق والوقود وغاز الطهي. دخل الأطباء مستشفى نيالة في ولاية جنوب دارفور في إضراب تام عن العمل في جميع أقسام طوارئ المستشفى اعتبارا من السبت احتجاجا على اعتداء نظاميين على طبيب وممرضة. وقالت لجنة أطباء نيالة في بيان أن عدد من المرافقين اعتدوا بالضرب على نائب اختصاصي جراحة واثنين من الممرضين الجمعة الأمر الذي أدى إلى إصابات متفاوتة. وأوضحت أنه تم القبض على الجناء وتأكد انتماء 4 منهم لقوى نظامية. ورهنت اللجنة العودة إلى العمل بتقديم الجناء للمحاسبة العاجلة وتوفير الحماية الكافية للعاملين بالمستشفى إلى جانب معالجة أفراد القوات النظامية بمستشفياتهم ومنع دخول المرافقين للحوادث وزيادة أفراد قوة تأمين المستشفى بالإضافة إلى منع حمل الأسلحة البيضاء والنارية داخل المستشفى. أعلن المكتب الموحد لأطباء القضارف الدخول في إضراب عن الحالات الباردة اعتبارا من قدم الثلاثة احتجاجا على إقالة وتعيين مدير لوزارة الصحة بدون التشاور مع المكتب. وقال المكتب في خطاب اخطار لمدير وزارة الصحة أن الإضراب سيستمر لثلاثة أيام قبل رفعه لمدة يومين. وأوضح أن الإضراب سيستأنف يوم الأحد المقبل في حالة عدم إقالة مدير عام وزارة الصحة. ونوه أن الإضراب سيتزامن مع سحب المديرين الطبيين وتقديم استقالاتهم من العمل الإداري. وحدد المكتب بتقديم استقالات وظيفية جماعية من كافة الأطباء واستشاريين واختصاصيين ونواب وعموميين وامتياز. ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أمس الأحد إلى 390 جنيه بينما بلغ سعره الرسمي 381.76%. وتعتبر الزيادة الحالية أول ارتفاع لسعر صرف الدولار منذ صدور قرار توحيد سعر الصرف في فبراير الماضي. وأكدت اللجنة الوزارية لتوحيد سعر الصرف في اجتماعها أمس السبت برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أكدت على ضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخرا في السوق الموازي. ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بحل كافة الإشكالات التي تعيق عمليات التحويل للمواطن مؤكدا على أهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة مبينا ضرورة العمل على مراجعة سياسات استيراد السكر وإقامة صرافات في صالات الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي إلى جانب تفعيل السياسات التشجيعية للتحويلات المغتربين. وأوصى الاجتماع بإيقاف استيراد السلع الكمالية في هذه المرحلة وإعادة النظر في حصائل الصادر وجدولة الشركات للنقد الأجنبي والتصديق من وزارة التجارة للسلع الأساسية مع التنسيق بين البنوك التجارية ووزارة التجارة بشأن فتح الحسابات الخارجية للصرافات. أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا يوم السبت. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن الولاية سجلت 5 حالات تعافي ولم تسجل أي إصابة جديدة.
وأوضحت أن الحالات النشطة بلغت 29 حالة، 22 منها في المنزل و8 بمراكز العزل. أجاز الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء السبت قانون مفوضية مكافحة الفساد، وأمل الاجتماع على استمرار لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وأكد على دعمها لاستكمال مهامها الدستورية في تفكيك النظام المبات واستيراد ممتلكات الشعب السوداني. كما أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية ومشروع قانون مفوضية السلام ومشروع قانون تطوير الصناعة ومشروع قانون الموارد المائية تعديل 2021. نفذ مواطنو مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد مسيرات حاشدة من الأحياء الغربية والجنوبية والشمالية من المدينة إلى مقر أمانة الحكومة احتجاجا على أزمة مياه الشرب التي امتدت لفترة طويلة دون حلول. وردد المتظاهرون هتافات تندد بفشل الوالي خالد مصطفى في إدارته للولاية، وأقامت الجمعة اعتصاما أمام أمانة الحكومة بعد مخاطبة جماهيرية طالبوا فيها إنهاء أزمة المياه في المدينة. وقال أحمد الرباح من لجان الخدمات لراديو دبنجا أن استمرار أزمة مياه الشرب بالمدينة مع غياب الحلول دفع المواطنين بالأحياء المختلفة أمس للخروج والاعتصام أمام أمانة الحكومة، وأوضح أن جمع كبيرة احتشدت ونصبت خياما أمام أمانة الحكومة مشددين على مواصلة الاعتصام إلى أن يتم حل أزمة المياه بالمدينة. وأضاف أحمد رباح لراديو دبنجا من أمام صيوان الاعتصام بأمانة الحكومة بالأبيض في هذا الخصوص: في تضرر واسع جدا جدا من كل أطراف المدينة، يعني المدينة كلها بشرق وغربها هي متضررة الآن من مشكلة المياه، حتى في مؤسسات حكومية برضه حاجين القناية برضه خارج الخدمة بتاعت المويه بتكون مويه برضه بالقرش، ما في أي تجاوب حتى الآن. احنا لقينا حسب معلوماتنا ان احنا في اتصال بيننا وبين ناس الشرطة، الزول ده قال لهم يا اخي فضوا الاعتصام ده وفكوا الصيوان بتاع الشرطة بقى راكز، قال لهم الناس ده سلميين انا ما شفت منهم حاجة وما حطلع مال، البتاع ده ما حيفكوا لأي سبب من الأسباب. وفي دارفور نظم مواطنو محلية بليل بولاية جنوب دارفور اعتصاما أمس الأحد مطالبين بتوفير الأمن والخدمات ومحاربة الفساد، وتقدم المعتصمون بعدد من المطالب إلى لجنة أمن المحلية من بينها تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأراضي ومراجعة شروط الخدمة المدنية والكشف عن نتائج التحقيق في حريق مكتب الوحدة الإدارية. كما طالب المعتصمون باستكمال طريق نيالة بليل وإنشاء مستشفى وتأهيل مركز الشرطة في الوحدات الطوعية ومناطق العودة الطوعية، والمطالبة بالتدخل العاجل للجنة إزالة التمكين. كما شدد المعتصمون على معرفة نسبة إيرادات المحلية وتوفير الدقيق والسكر والمحروقات، وأضاف أحد أعضاء لجنة الاعتصام في هذا الخصوص: لدينا مطالب شرعية وأساسية متمثلة في الآتي: 1- تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأراضي بالتشاور، 2- مراجعة شؤون الخدمة المدنية بالمحلية، 3- حل لجنة تخطيط الفرعي بالمحلية. وليس لدينا أي شخص يدعي أنه فوضناه من جانب التنسيق. 4- المطالبة بالتدخل الآجل للجنة إزالة التمكين. أعلنت مبادرة السودانيون ضد العنصرية تدشين عملها لمواجهة كافة إشكالات العنصرية وخطاب الكراهية في السودان على مستوى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وقالت أمنة ناجي عضو المبادرة لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب أن السودان وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية والدعوة إلى القبلية خلال الفترة الأخيرة، وأوضحت أن تعالي هذا الخطاب يشكل خطرا على المجتمع السوداني ويحدد وحدة البلاد. وناشدت كافة منظمات المجتمع المدني والنشطاء وأفراد الشعب السوداني بضرورة نبذ خطاب الكراهية وإعلاء قيم السلام والمحبة. كما ناشدت السلطات بضرورة إصدار قوانين رادعة في مواجهة العنصرية بشتى أنواعها. وأضافت أمنة ناجي عضو مبادرة السودانيون ضد العنصرية لراديو دبنجا من أمستردام في هذا الخصوص: أولا احترام القوانين حتى في مواجهتنا لخطاب الكراهية لازم تكون في قوانين داعمة تدعم حركة السلام،
توقف الكلام العنصري، يكون في محاسبة للإنسان اللي بيطلق الكلمات جزافا أو يتعنصر على الآخر، يا غرابي يا ما بعرف شنو، كل هذه الألفاظ وجايينكم وحنعمل فيكم وسترة وسترة، كثير من هذه الكلمات دي كلها مفترض يكون في قانون يدعم هذه المسيرة السلمية في المقام الأول، وبعد كده لو الإنسان تخطى أو تعدى خارج القانون يعاقب، أو يعني يقدموا له تحذير أولي في إنه يا أخي لا اشتغل معانا في بناء السلام، لأنه كلنا حنستفيد نحن من السلام، نحن ما استفدنا من الحرب. هذا أنا التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر باستخدام رئيس الوزراء لشركة أجنبية مرتبطة بالمخابرات الأمريكية للإصلاح الإداري للخدمة المدنية، واعتبر ذلك تفريطا في أمن المعلومات والأمن الوطني. وقالت الدكتورة أساور آدم في تصريحات أن الشركة ستستلم المعلومات التفصيلية الدقيقة عن كل الوزارات والوحدات والهيئات التابعة لها بغرض إعادة صياغة العمل الإداري في السودان، وأعربت عن مخاوفها في أن يخدم ذلك سيطرة الشركات الأمريكية مستقبلا على موارد البلاد ضمن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. وأوضحت أن القانون يستهدف تصفية القطاع العام وخصخصته لصالح من وصفتهم بالطفيليين المحليين والشركات عابرة القارات. وأضافت أساور أن الإصلاح الإداري في السودان لا تنجزه الشركات الأجنبية الخاصة، بل يقوم به الخبراء الوطنيون السودانيين الذين كتبوا عشرات البحوث في الإصلاح الإداري. ودعت أساور إلى عقد مؤتمر قومي للإصلاح الإداري، كما دعت إلى استكمال خطوات بناء الحكومة الإلكترونية. اشتكى اللاجئون الجنوبيين في ولاية النيل الأبيض من إشكالات أمنية وضعف خدمات التعليم والصحة والمياه وتردي الأوضاع المعيشية. وقال فاولينو أبان عضو لجنة معسكرات النيل الأبيض في كلمة خلال الملتقى الأول للاجئي جنوب السودان في كلية كامبوني بالخرطوم الذي نظمه تجمع الأجسام المطلبية أمس، قال أن المعسكرات تشهد ضعفا في التعليم، مشير إلى الازدحام الكبير للتلاميذ في الفصول والنقص في عدد المعلمين، ونوه إلى ضعف مرتبات العاملين، وقال أن وضع التعليم في المعسكرات أدى لتسرب الأطفال من فصول الدراسة وانضمام بعضهم إلى صفوف المجموعات المتفلتة، ودعا لتوفير التعليم الحرفي للأطفال والشباب. وأضاف باولينو أبان في هذا الخصوص: في ازدحام كبيرة في داخل الفصول. المشكلة تاني بيعتبر أكبر مشكلة هي مشكلة المعلم، لأن لو في معلم بيكون في عملية تعليمية. من أهم المشاكل بتواجه المعسكرات اللاجئين إن ما في معلمين، الراتب اللي بدي المعلم بده مبلغ 1000 جنيه في شهر، معظم المعلمين موهلين هاجروا، ومن إشكالات كبيرة جدا إنه في المعسكر بنلقى إنه مدير المدرسة بشهادة أساس. وحول الأوضاع في المعسكرات وصف أولين الوضع الصحي في معسكرات النيل الأبيض بالمتردي، وقال أن جميع معسكرات النيل الأبيض 9 تعتمد على مستشفى واحد يتبع لأطباء بلا حدود، وأشار إلى معلومات بأن المنظمة ستغادر المعسكرات مما يؤدي إلى كارثة صحية، ونوه إلى تعرض الأطفال إلى اعتداءات جسدية وجنسية ونفسية داخل المعسكر لعدم وجود سور حول المعسكرات. وأوضح أن النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال والاعتداءات الجنسية أثناء الاحتطاب أو جلب المياه أو العمل في المزارع. وقال أن وجود نقطة الشرطة والمكاتب الإدارية داخل السكن يتسبب في احتكاكات بين العاملين واللاجئين، وطالب الجهات المسؤولة بتوفير الوقود ومياه الشرب. وأضاف فاولينو أبان في هذا الخصوص: من الإشكاليات الكبيرة في داخل المعسكرات إنه طريقة إنشاء هذه المعسكرات كانت ما سليمة، لأن المعسكرات ما بيحتوي على صورة، ما في صورة للمعسكر، بيكون الخاش خاشة في الليل، بتحصل إشكالات كبيرة جدا. بيتعرض أطفال بالمعسكرات بشدة أنواعها على الاعتداءات الجسدية الجنسية والنفسية، في اغتصابات، ما في حماية للأطفال، الأسواق في المعسكرات بيكون داخل السكن، حتى النقطة بتاع الشرطة زاد بيكون داخل السكن، مكاتب بتاع الإدارة بتاع المنظمات هنا بيكون داخل السكن بتاع اللاجئين، وده من أكبر مشاكل بسبب احتكاكات بين العاملين وحتى بين السكان المحليين. من جانبه قال تجمع الأجسام المطلبية أن الهدف من المؤتمر هو وضع المعالجات اللازمة لظاهرة الاحتكاكات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ودعا خالد طاح القيادي في التجمع في كلمته خلال ملتقى اللاجئين الأول
دعا لمعالجة العلاقات بين اللاجئين من دولة جنوب السودان والمجتمعات السودانية المضيفة في إطار أسس مفاهيمية، مطالبا بالنهي عن الحلول الأمنية واتخاذ خطوات عملية بمساهمة الجميع لضمان الاستقرار في كل المنطقة، منوها إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تعثرا بالاحتكاكات. يذكر أن عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان في عموم السودان بلغ 861 ألف لاجئ يتوزعون على الخرطوم والنيل الأبيض وجنوب دارفور. وأضاف خالد طه في هذا الخصوص: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات إنسانية إضافية للسودان بقيمة 52 مليون يورو في إطار حزمة تمويل بلدان القرن الأفريقي. وكان مفوض إدارة الأزمات بالمفوضية الأوروبية في تصريح صحفي قال أنه خلال العام الماضي واجهت دول القرن الأفريقي الكبرى الصراع والنزوح والجراد الصحراوي، كما واجهت تأثير تغيير المناخ ووباء كورونا. ونبه إلى أن في السودان أكثر من 13.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك مليون طالب للجوء أو لاجئ مسجل، بينما يحتاج أكثر من 9 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.